إذن أبرز ما دار في المؤتمر الصحفي كان قد حضره عمار بحكيم. عمار معي عبر الهاتف، مساء الخير، أهلا وسهلا عمار. مساء الخير عليك رجال الله، وكل عام أنت بخير والمشاهدين الأعزاء، وكل عام بخير لضيوفك الكرام. يا أهلا عمار، اليوم المؤتمر الصحفي في الذي عقده ديمتري، ما أبرز الجوانب أو النقاط التي أثيرت فيه أو دارت فيه؟ تفضل. خليني أبدأ معك يمكن رجال الله من آخر المؤتمر. طبعا اتوجه للسيد ديمتري السؤال كان في عن حمزة إدريس وحسن خليفة وعن المساعدين، وانه بما انك متعلق بهم ليش ما غادرت وليش ما فرضت رأيك؟ كانت كذا نص السؤال. كان جواب السيد ديمتري كالعادة أثنى على المساعدين وأثنى على حمزة على حسن، أثنى على حمزة عليهم كمدربين وكلاعبين وعليهم حتى لما غادروا وجه المديح لهم، شكرهم وحتى شكرهم على كلامهم بعد ما تركوا النادي. وبالنسبة انه ليش ما فرض رأيه او غادر او قال هذه امور شخصية، يعني ما حقولها الاعلام، هذا شيء راجع لي وللادارة. بناء على هذا السؤال انا توجهت للسيد ديمتري يعني، وقلت له بمعرفتك يعني معرفة السيد ديمتري للاتحاد والروح ودائما روح الفريق الواحد، التعاون والكيمة اللي تكون دائما في الاتحاد، انت تعرفها انه عكس الكلام اللي بتقوله كنت مع حمزة وحسن الفريق الواحد اللي كنا نسمع عنه العمل بروح واحد، الآن كان يعني طلعت على السطح الخلافات بين ديمتري وجمال فرحان وبين حتى ديمتري وعبد الله فوال. فيعني هل ما حد يستمر أو كيف طريقة العمل، كيف التعاون، في جاب واضح في التعاون بين ديمتري والجهاز الكور الإداري؟ رفض، كان جواب وقال بكرة عندي مباراة مع الفيصلي وختم الأجوبة. هذه كانت نهاية المؤتمر، ما رضي يعلق على هذا الموضوع أبدا. تكلمنا بعد كذا، خلينا ماذا عن المباراة؟ النقاط السريعة يعني أبرز ما جاء في المؤتمر. تكلم إنه كان سعيد بمباراة القادسية، خصوصاً إنه بعد كانت الخروج من الآسيوية والنتيجة اللي حققها. يتكلم إنه يعاني الآن غياب 6 لاعبين في المنتخب الأول في الأولمبي، يعني يلعب تقريباً في ديمتري ويتمرن، يقول صعب إنك تتمرن بدون غياب يمكن 12 عنصر بارز لدي. من الإيجابيات اللي تكلم عنها في الفترة الأخيرة أثنى كثيرا على عودة محمد الراشد بالإضافة لمناف أبو شقير وصالح الصقري. محمد الراشد طبعا كان متواجد اليوم في المؤتمر الصحفي وتكلم، وديمتري ذكر أنه محمد الراشد كان يعني من اللعيبة اللي يعصب ويزعل ويقول ليش ما أشارك، وفي هذا الشيء محمد الراشد في حواره معانا قال أنه كنت دائما أنه أنا حاسس بجائز واستغرب أني ما أشارك. غالبا أنه غدا الاتحاد حيلعب بنفس تشكيلة القادسية، السيد ديمتري حيحاول يريح محمد نور وسعود كريري وحيقول انه حيتحدث صرح بهذا في الغالب، قال في الغالب يعني ما بين السطور انه حيلعب بنفس التشكيلة القاسية. بس نقطة أخيرة، ذكر انه وصلته معلومة، السيد ديمتري ذكر انه وصلته معلومة وهو غير متأكد منها، انه سامي المولد لعب مباراة المنتخب الأخيرة وهو مصاب، وبعد ما أخذ يعني إبرة لإصابته في المفصل، هذا آخر وقال بس موني متأكد منها. وإذا تسمح لي انتقد يعني المنتخبات وكثرة استدعاء اللاعبين منتخب باو والمنتخب الأولمبي، وضرب مثال بهتان باهقري، قال أنا لاعب اشتغلت عليه 5 شهور الآن شوية في المنتخب باو أولمبي، يعني قالها بشوية ضحك. هذا أبرز النقاط. إذا شكرا لك عمار بحكيم، متحدثا عن أبرز ما دار في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر نادي الاتحاد من السيد ديمتري.